بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بنتهز الفرصة وأقول كل سنة والشعب المصري بخير والأمة العربية بخير بمناسبة الأيام المفترقة وعيد الأضحى المبارك، وربنا يعود الأيام على مصر وعلى الأمة العربية والمسلمين والمسيحيين بكل خير وسعادة. هيئة السد القاهرة يعني هيئة تعتبر القلعة الرياضية في مصر، ولها يعني طابع خاص في قلب كل مصري، سواء كان بيجي هنا الهيئة في المواقع الرياضية أو بيتفرج في استاد الكورة أو بيتفرج في التلفزيون في البيت. دي أنشأت سنة 1960، افتتحها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وكان محطوط في الاعتبار أنها هي تبقى القلعة الرياضية في مصر، وفعلا حاليا هي القلعة الرياضية في مصر. الهيئة بتتكون من مواقع كتير جدا بيتم عليها جميع البطولات في الألعاب الرياضية المختلفة، سواء كانت محلية أو أفريقية وعربية أو دولية وعالمية. يعني عندنا استاد الكرة الرئيسي، الملعب الرئيسي لكرة القدم، الاستاد الدولي. عندنا الصالات، مجمع الصالات المغطاة، عندنا استاد الهوكي، عندنا الملاعب يعني عشان بس ايه ارجع تاني من الاول، ملعب الكره الرئيسي وملاعب الترتان الخماسي وملاعب فرعيه رئيسيه، ادي ثلاث مواقع. عندنا الصالات المغطاه مكونه من اربع صالات، صاله رئيسيه كبرى وصاله وسطى واثنين صاله صغرى، وبيتم عليهم البطوله. كان لسه في بطوله افريقيا السله بنات انتهت، ومصر الحمد لله طلعت مركز الثاني واهلت الى كاس العالم. كان فيها الصاله الكبرى بطوله افريقيا كره اليد، ومصر اتاهلت لكاس العالم الحمد لله. حاليا يعني ادي الصالات المغطاه والاستاد الهوكي، وفي عندنا الصاله المكشوفه، وفي عندنا مجمع حمامات السباحه، في مجمع الاسكواش، في استاد الفروسيه، وحاليا في بطوله العالم للخماسي هتبدا من تاني يوم العيد وان شاء الله. والخماسي بيتلعب في ثلاث مواقع، استاد الفروسيه والصالات المغطاه ومجمع حمامات السباحه. يمكن الفتره اللي فاتت هيئه استاد القاهره كلها شهدت تطورات كبيره جدا، ايه اهم التطورات اللي تمت على الهيئه، وخصوصا بقى الحاجه اللي تخص الكوره وتخص الفئه الكبيره من الجمهور يا استاد القاهره الملعب الرئيسي لكره القدم؟ والله هو يعني خلينا نقسم الموضوع لشقين. شق هو احلال وتجديد، لان ده في منشات تقدر بفوق ال 60 مليار جنيه المواقع دي، فلا بد ان يكون لها صيانه وفي عمر افتراضي وفي احلال وتجديد وفي مواكبه للمعايير العالميه. وشق هو تطوير زي ما حضرتك قلت. يعني فان كان على الاحلال والتجديد فاحنا بدانا في مواقع كتير جدا ومحتاجين اكتر من كده، بس طبعا احنا ماشيين طبقا للامكانيات وبفضل الله، يعني من المطالبه والالحاح والاصرار والعرض على السلطه المختصه ربنا وفقنا يعني وضبنا حوالي 80% من الصالات المغطاه بالاجهزه بتاعتها، اذا كان شاشات جديده لان الشاشات القديمه كان عمر الافتراضي بتاعها انتهى. يعني عملنا احلال تجديد في الصاله الكبرى والصاله رقم 2 والصاله رقم 3 و4 مع اختلاف، هنا غيرنا كراسي وارضيه وشاشه، هنا غيرنا كراسي وارضيه فقط، هنا غيرنا شاشه فقط، يعني ماشيين طبقا للامكانيات المتاحه. ده بالنسبه للصالات المغطاه. بالنسبه لملعب الكره الرئيسي احنا ركبنا كاميرات، وده يعتبر تحت بند تطوير، وكانت مطالب النيابه العامه. ركبنا كاميرات في الملعب الرئيسي تركيز فيه يعني، وفي الشوارع المؤدية إلى الملعب والبوابات الرئيسية والشوارع المحيطة، حوالي 197 كاميرا تقريبا يعني. وطبعا يعني علينا السور اللي ما بين الملعب والمدرجات
علينا السور اللي ما بين الدرجات داخل المدرجات، جبنا بوابات كشف عن المعادن وأجهزة كشف عن المعادن، وهذه دي كانت مطالب النيابة العامة. طورنا في مركز الصحفيين، طبعا ده استكمال اللي تم يعني إحلال وتجديد وصيانة في 2006، يعني ما بنعملش حاجة جديدة يعني، أو ما بنعملش حاجة تمت قبل كده، ما هوش يعني ما بنهدرش المال العام. جددنا أو عملنا صيانة في جزء حوالي 70% من السادة الفروسية. بنعمل بقى لا ده استاد الدرجات ده أنا ما ذكرتوش في من مواقع الهيئة، ده استاد كان مقرر إنشاؤه من سنة 92 وبعدين اتوقف نظير مشاكل كلام فارغ، وطبعا ده عشان يتوقف من سنة 92 ونرجع نبدأ فيه تاني ونكمله سنة 2015-16، انت يعني التكلفة تضاعفت، وده بقى اهدار بقى، ان المشكلة ما حدش يحلها. الحمد لله ربنا وفقنا وحليناها وبدأنا في المرحلة الاولى وخلاص على وشك الانتهاء، وبدأنا في المرحلة الثانية والسيد رئيس الوزراء صدق على استكماله ان شاء الله على شهر 5 اعتقد، يعني بالكثير باذن الله يكون ان انتهينا منه كاستاد دولي للدرجات.